اذا التقوى توقي اخذ باسباب بالاسباب اي وهو اخذ بالاسباب التي تقيك تحفظك من العذاب، وهذه محلها القلب. هذه محلها القلب. لما من باعها القلب فاذا استحكمت بالقلب حملت الجوارح، حملتها على اي شيء؟ على امتثال الاوامر وعلى اجتناب المناهي. فمتى انت تمتثل اوامر الله فتصلي وتصوم وتحج وتعمل الصالحات، ايما تتحرك بالعمل اذا كان في شيء في القلب، اما اذا كان ما في شيء في القلب فتتحرك للشيء. انت في قلبك في شيء محبة لامر الفلاني تتحرك لفعله، في عندك كراهية للامر الفلاني تتوقع تبعد عنه. فاذا يلزم من التقوى ان تمتثل اوامر الله وتجتنب ما لها الله عنه، وهذه انما يحركها القلب. ليه؟ قال لان القلب اذا حصلت فيه المعرفة التامة بشدة العذاب الالهي وشدة العقاب وسخط غضب الله جل وعلا وألم الحجاب، بيصير عند الإنسان هناك أخذ بالأسباب وتحرك للتوقي. أما إذا كان ما في بالعذاب ما في، بشدة العقاب ما في، بشدة الحساب ما في، بألم الحجاب ما في، ما في شيء بيعرف عن هذه الأمور، إيش اللي حركه للتقوى؟ إيش اللي حركه ما يعمل أو لا يعمل؟ ولذلك يجب أن تعلم علما جازما أن عذاب الله شديد. الله إذا عذب عذاب شديد،